وقص وكده، بس الأهم الستايلينج، إنه يعرف يليق أقمشة مع بعض وألوان مع بعض أهم يعني. أنا فرح العقاد، مصممة أزياء مصرية. بدأت 2017، وأول مرة أشارك في الفاشن شو، وأول مرة ليا فاشن شو. بس يعني وجودي علشان أثبت نفسي في مجال الفاشن يعني. هما الاثنين، سهرة وزفاف، ايفنينج دريسز ويدنج دريسز، على حسب الكلاينت. ممكن انجيجمنت، ممكن خطوبات، على حسب كل كلاينت ما بتبقى حابه ايه. لا، انا لسه يعني بيجنر، فلسه ستايلست وكده. لا، بس انا واخده كورس ستايلنج وفاشن مع بعض. قبل الفاشن، هو باترون وقص وكده، بس الأهم الستايلنج، إنه يعرف يليق أقمشة مع بعض وألوان مع بعض أهم يعني. أهم بالظبط، ده أهم حاجة. أكتر حاجة، أو أنا يعني عن نفسي بحب أشتغل الحاجات اللي يبقى سيمبل بس فيها فكرة يعني. يبقى الديزاين عبارة عن مش قماش ومحطوط على بعضه وخلاص، يبقى فيه فكرة في الديزاين. على حسب اللون، البشرة البنت بختار لها اللون المناسب ليها يعني. بس انا فكرة الديزاين عامة، ممكن ادخل كذا قماش مع بعض، ممكن 4 أو 5 أقمشة مع بعض يعني، كذا فابريك مع بعض. بس اهم حاجة يعني السيم بتاع الدريس كله يطلع واحد في الاخر يعني. البساطة، بالظبط، simplicity is the key. انا على طول بقعد اقول كده يعني، البساطة. ممكن ورود وكده، لو evening مثلا، او دريس الصبح، او wedding dress الصبح، ممكن الحاجات الفلاور دي بتبقى حلوة معايا. بس لو حاجة بالليل بتهيألي لأ يعني. بالظبط، لازم يعني. لو الصبح ليه، حتى لو دراس، ممكن يبقى الصبح ليه مثلا تول على دانتيل ورود اكتر، بالليل بقى ممكن يبقى فيه خرز او تطريز اكتر يعني. بتابع زهير مراد وإلي صعب، إيمان صعب، هي هنا في مصر بس لبنانية، بس في مصر. رامي قاضي لبناني، زياد ناكد برضو لبناني يعني. اكيد يعني، على حسب برضو يعني الدرس. مثلا لو في شغل كتير بلاش نزود عليه اكسسوارز عشان ما تزودش الموضوع. ساعات يعني الذهب بيبقى ليه وقت، ومثلا والدايموند ليه وقت تاني، على حسب كل واحد. الاصفر وكده يعني مش للدرجات دي، على حسب لون البشره. مو في بنات بيليق معاها الروز جولد اكتر من جولد، والعكس. لا، انا لسه بجنر، فلسه يعني لسه ببحر ربنا. ميرسي.